إذن بالمقابل استطاعت، نفس هل الرأي استطاعت الولايات المتحدة والكيان من صناعة رأي عام داخلي ضد، بعد عام على مرور طوفان الأقصى، ضد ما حدث؟ وانت تشاهد الفضاء العام وتشاهد مواقع التواصل الاجتماعي، هسه ما نعرف انه اللي مسيطر عليها، لكن الواضح ان هناك رد فعل في الداخل في جمهور حماس، خلينا اسميه بهذا التوصيف، رد فعل ربما لا يرضي بعض الأطراف في جبهة المقاومة الفلسطينية. لحد الآن يعني الجبهة الداخلية في قطاع غزة، دعنا نسميها على هذا الشكل، تمام، قابلة ومستمرة للصمود. والذي يعني يجعلها تزداد صمودا هو في الحقيقة الاستثناء الاسناد الذي شكله حزب الله في اليوم الثامن من تشرين لهذه الجبهة ولجبهة الضفة الغربية أيضا، وجاءت بالأخير الجمهورية الإسلامية وشكلت تتويجا لكل قدرات الردع التي تستخدمها ضد هذا الكيان. إذا قطاع غزة ما زال مستقرا وقابلا وقادرا على الاستمرار بالمقاومة، وها هي الآن تنشغل إسرائيل في جبهة الشمال وجبهة الجنوب معا. بتقديري يصعب القول بعد كل هذه الخسائر التي مني بها الجيش وبعد كل هذه التضحيات الجسام العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، المقاومة اللبنانية ومن يدعمهم من محور المقاومة، يستحيل أن يقال أن هناك نوع من يعني زرع عدم استقرار معين في واقعهم الداخلي أو جبهتهم الداخلية.